خلونا نستقبل ضيف لجنة التحكيم النهاردة، الرئيس السابق للبورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة كاتاليست بارتنرز ماجد شوقي. ضيف لجنة تحكيم الفرصة النهاردة ماجد شوقي، مستثمر ورائد أعمال وخبير أسواق مالية، شغل منصب رئيس البورصة المصرية وعمل مستشارا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير سوق المال. كما ترأس مجالس إدارات عدد من الشركات المالية والاستثمارية الكبيرة. شارك في وضع أول قواعد لحوكمة الشركات بمصر. أسس واستثمر في عدد من الشركات الناشئة في المجال اللوجستي والمواصلات والذكاء الاصطناعي في مصر وأوروبا. حصل على الماجستير في الاقتصاد المالي من كلية الملكة ماري بجامعة لندن، وله العديد من الأبحاث المنشورة في هذا المجال. ماجد اهلا بيك في الحلقه، والحقيقه انه انا عارفه ان انتوا شركتكم مهتمه جدا بستارت ابس. جدا، واحدى الشركات التابعه لينا فعلا بتبتدي تستثمر في ستارت ابس منشاه بيزد على تكنولوجي ومن شباب وشابات مصريات. عموما النهارده كله تكنولوجي، فهنشوف بقى وفينتكس وتكنولوجي، فهنشوف. احنا عايزين اول نشرح للناس اكتر الشركات دي ايه، لان ممكن كتير من الابلكيشنز ده يكون معقد على المشاهد، فهنحاول ان احنا نبسطها شويه.